دائما المحامي عبد الحفيظ كورتل، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا المستشار القانوني لتلفزيون النهار. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ كورتل مرة أخرى، مرحبا. شكرا على الاستضافة مرة أخرى. أستاذ عبد الحفيظ كورتل، ما هو المعنى هذا الإجراء، تقديم عبد سمار وشريكه مروان بوذياب على إجراءات المثول الفوري عند قاضي الجلسة الذي قرر تأجيل المحاكمة إلى موعد آخر، بالتالي إحالتهما على الحبس المؤقت؟ لو تضعنا في صورة هذا الإجراء القانوني، ما الذي حدث بالضبط؟ يعني يبدو أن وكيل الجمهورية لدى محكمة مراد رئيس ارتأى أو رأى أنه من غير الضروري المرور عبر التحقيق. يظهر أن القضية ربما تم التحقيق فيها كما يجب من طرف مصالح الأمن، لذلك لم يجد بدا من تحقيق قضائي. يعني كل الملف ربما جاهز للمحاكمة، طبعا جاهز للمحاكمة، لا يحتاج إلى خبرات أو لا يحتاج إلى مواجهات أو إلى شهود. نظن بأنه الملف كامل يعني جاهز لإحالته على قاضي الجلسة، جلسة يوم الخميس بالمحكمة للنظر فيه. طبعا هذا إجراء من إجراءات القضائية اللي تمت في إطار إصلاح جهاز القضاء مؤخرا. يعني أحيانا الأشخاص دون الحاجة إلى التحقيق يتم إحالتهم مباشرة إلى الجلسة، ولكن لابد أن نلاحظ هنا أنه ليس وكيل الجمهورية هو من يودع الأشخاص الحبس بمناسبة هذا الإجراء. يعني قاضي الجلسة هو الذي يقرر، هذه ضمانة من ضمانات المقدمة للمشتبه فيهم وللمتهمين. طبعا يعني النيابة هي جهة إحالة فقط تربط بين مصالح الأمن وبين قاضي الجلسة، يسجل الملف عندها، يتم إحالة الأطراف، وفيما بعد قاضي الجلسة هو الذي أمر بإيداع، كما كان يمكن له أن يأمر بالإفراج، أمر بإيداع المتهمين الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم في الأيام القادمة. طبعا الأمر سينتهي في غضون جلسة أو جلستين على أكثر تقدير بصدور حكم بالبراءة أو بالإدانة طبقا لما يشتمله الملف من وثائق ومن قرائن ومن أدلة. وطبعا راح تكون محاكمة، تكون مناقشات وتكون تصريحات وتكون طبعا مواجهة بالأدلة وبكل شيء، وفيما بعد راح هل ممكن يكون في استدعاء لشهود؟ طبعا اذا كان في شهود في الملف يمكن استدعائهم، ولكن اذا كانوا مسموعين ايضا يمكن الاستناد الى المحاضر السماع تاعهم ايضا، هذا شيء مهم جدا. طيب البعض فقط استاذ، البعض يسال متى موعد المحاكمه وما هي فتره الحبس مؤقت بما انه مؤقت فقط؟ لا، الحبس مؤقت، ولكن الان هذا المتهم او متهم اخر هم بين ايدي قاضي الجلسه. الجلسه هي محاكمه علنيه، قاعه الجلسات مفتوحه للجمهور بحضور طبعا المواطنين، بحضور المحامين، بحضور ممثل النيابة. يعني هذه نقدمها على سبيل التعريف فقط، أنه المحاكمة تتم في شفافية طبعا، يعني والمتهمين عندهم الحق يتصلوا بمحاميهم سواء في المؤسسة العقابية أو سواء في المحاكمة، يقدروا يعرضوا كل ما يدافع عن موكلهم طبعا. وهذا الأمر نظن أيضا ضمانة من الضمانات، لأن كل شيء راح يتم في العلن، راح يتم في جلسة علنية أمام الجمهور. إجراءات المثول الفوري بهذا الشكل، تعتقد أنه هذا داخل في إصلاح جهاز العدالة، يعطي نوع من الليونة أو نوع من تقليص الفترة، يعني الحبس المؤقت للمتهم على أن يمثل فورا أمام القاضي، قاضي الجلسة، دون المرور لوقت طويل في الحبس المؤقت بعد المرور أمام قاضي التحقيق؟ طبعا أنه نظن بأن وكيل الجمهورية شاف بأن الملف محتاج إلى تحقيق، يعني كل عناصر تاعو واضحة، ما كانش غموض، ربما ما كانش أشياء لابد أن نبحث عنها في هذا الملف للوصول إلى الحقيقة. شاف بأن الملف يكفي ليكون جاهز للمحاكمة. أيضا إجراءات المثول الفوري كأنها إجراءات محاكمة في شكل تلبس، أو كما كانت تسمى سابقا إجراءات الاستدعاء المباشر، يعني مباشرة من المحكمة من وكيل الجمهورية إلى الجلسة. الفرق الوحيد أنه سابقا كان وكيل الجمهورية هو الذي يقوم بإيداع الأشخاص الحبس ثم يحيلك إلى المحكمة. الآن هذه الصلاحية انتزعت في إطار الإصلاحات من وكيل الجمهورية. الآن قاضي الجلسة هو الذي يقرر، اللي راح يحاكمك هو اللي يقرر هل يتم إيداعك أم يقوم بالإفراج عليك إلى حين المحاكمة. يعني هو نفس القاضي الذي طبعاً هو نفس سيواصل محاكمة المتهمين.
طبعا هو نفس القاضي الذي سيواصل وينظر في قضيه هؤلاء المتهمين، قلت لك بعد مناقشات وبعد جلسه علنيه مفتوحه للجمهور، بعد توفير كل طبعا شروط المحاكمه العادله من اتصال بالمحامين، من قلت لك مناقشات اسئله كثير من الامور اللي تضمن للشخص انه يتحكم محاكمه عادله طبعا. صحيح. طيب ولكن راح نحضر ربما محاكمه في الايام القادمه على نظن بان الاسبوع القادم سنكون بصدد تاريخ اول نوفمبر، يعني ما تكونش جلسه. وهو كذلك راح استاذ عبد الحفيظ كورتل، فقط حفيظ كورتل، ونحن نرى صور اخراج عبدو سمار ورفقه شريكه مروان بوذياب، اين تم ايداعهما الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما. أستاذ فقط أستاذ كورتل، كنا نتحدث عن إجراءات المحاكمة العادلة وتفاصيلها للمتهمين، بالنظر فقط أستاذ لسلسلة من التهم الموجهة للمتهمين، يبدو أنها تهم ثقيلة نوعا ما لصحفي. الآن نحن أمام إشكالية، البعض يتحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ صبيحة على أنه هذا خنق للحريات، هذا تدخل في حرية التعبير، والبعض لا يستطيع الفصل ما بين تهم معينة تتعلق بابتزاز وحرية التعبير. طبعا الذين يتكلمون بهذا المنطق أظن أنهم يعلمون جيدا معنى حرية التعبير أو أنهم لا يعلمون، يعني الكارثة في الحالتين، يعني لا نفرق بين حرية التعبير وبين قذف الأشخاص. عندما أقول قذف حتى الكلمة المعنى الأدبي تاعها مختلف، قذف عن حرية التعبير. ثم ماذا عن فقط أستاذ في هذه النقطة، البعض يرد عليك يقول يا أستاذ هذا ليس قذف، أنا أنشر فساد فلان وفلان وفلان، لا تقول أنني أقذف نعم في فلان وفلان. أنشر ما تشاء ولكن قدم ما يثبت هذا الفساد. انشر ما تشاء ولكن لابد ان تكون في يدك الوثيقه، ماشي يكفي انه يتصل بك بالهاتف يقولوا كاين من الفساد اكتب عليه. ابدا، نقول انا نكتب، اعطوني الوثائق في يدي وبعد ذلك نكتب لاني ساستعد لاي متابعات قضائيه. هكذا يتصرف الصحفي المحترف، ما يتصرفش بمجرد رنات هاتف او بمجرد كلمه في الاذن او بمجرد تصفيه حسابات، لابد ان يكون هكذا العمل الاحترافي. يعني عندما تريد ان تنشر معلومه اجمع لها الوثائق وضعها بجانب ثم انشر المعلومه. غدا عندما تستدعى عندك الوثائق اللي تدافع بها على نفسك لانك انت لم تتكلم من عدم. يعني حريه التعبير هي تقول ما تشاء ولكن لا ترتكب جريمه. يعني لما تشوف هناك بعض الاشخاص نظن بانه عن قصد يسيئون الى غيرهم عن قصد، يعني يبقوا مع نفس الشخص يسيئون اليه او يسيئون الى مؤسسه معينه بطرق او باخرى، لذلك الامر لا يتعلق بحريه التعبير. أنا نظن الذين يستعملون كلمة حرية التعبير للدفاع عن شخص خالف القانون، هؤلاء الأشخاص يريدون لا عقاب، يعني يريدون ساحة تعيش في فوضى، قل ما تشاء وتكلم ما تشاء وسب من تشاء واشتم من تشاء، وعندما تتحرك السلطات يقولوا السلطات تظلم الناس. أبدا، يعني احنا سبق أن قلنا باللي كاين عشرات الصحفيين الآن هم أحرار يكتبون ما يشاؤون، ولكن بطريقة ربما أنا أشوف في كثير من الجرائد نقرأ كثير من المقالات فيها نقد وفيها تبليغ عن الفساد وفيها أحيانا عبارات جارحة، ولكنها عبارات جارحة بطريقة ذكية. ليس شرط أن تسمي الشيء بعبارة مشينة، تقدر تسميه بعدة عبارات ولكنها لا تشكل جرما. الآن أنا نظن بأن أقصى عقوبة قد تنتظر المتهمين في حالة ما إذا ثبت الفعل أنها ينص عليها القانون، ربما تكون القذف هو من شهرين إلى 6 أشهر. هناك أيضا ربما المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو المساس بالمعطيات تاع الأشخاص الطبيعيين، عقوبتها 3 سنوات. وربما أقصى العقوبات على الإطلاق في مثل هذه الملفات إذا توفرت التهمة هي ما نصت عليه المادة على ما أظن 371 من قانون العقوبات التي تتحدث عن التهديد بالتشهير وعقوبتها القصوى 5 سنوات. بمعنى أنه عقوبات يعني تبقى ثقيلة
إن ثبتت التهم. نذكر ونضع خط تحت هذا الأمر، لأنه البعض يحمل حتى تلفزيون النهار مثل هكذا أقوال. على كل ألج معك هذه النقطة بالذات أستاذ عبد الحفيظ كورتر، وأنت أستاذ قانون. البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول أن الأمر يتعلق بتلفزيون النهار وما إلى ذلك، لكن نحن نرى أنه فيه رجال دارك وطن يحققون ومنذ أكثر من شهر أو شهرين وهم يحققون في قضايا مماثلة، ويضعون هذه الملفات أمام أيدي القضاء الجزائري. وتلفزيون النهار بما أنه وسيلة إعلامية وقناة إخبارية ينقل خبر من هذا النوع، لأن الأمر يتعلق بشخصيات وطنية، شخصيات معروفة ومشهورة على المستوى الوطني تورطت في مثل هكذا أعمال. طبعا النهار هي طرف من اطراف الضحايا في كل هذا النوع من القضايا. يعني شفت اليوم مثلا انه ولايه الجزائر وللعاصمه كانوا ضحايا في هذه القضيه، ليس فقط النهار. طبعا كطرف ليس فقط مؤسسه النهار، لان مؤسسه النهار عندها الاشياء اللي مست بها وقمت او سببت لها ضرر، وايضا ولايه الجزائر ايضا عندها الاشياء اللي سببت لها ضرر نتيجة هذه التصرفات، وعندهم الحق طبقا للقانون أنهم يتأسوا أطراف مدنية في هذا النزاع وفي هذه القضية، ويحضروا للمحاكمة طبعا، ويدافعوا عن الموقف نتاعهم، ويدافعوا ويفسروا ويناقشوا الضرر الذي أصابهم، وبالتالي يكون عندهم الحق أنهم يتقدموا بطلب تعويضات جبرا لكل ضرر يكون قد أصاب أي من الطرفين، يعني مؤسسة النهار أو ولاية العاصمة. وفي قضايا أخرى هناك ضحايا آخرون في قضايا أخرى مطروحة على محكمة سيدي محمد أو على محاكم أخرى، ماهوش بالضرورة نفس الضحايا، لأن الضحايا يختلفون باختلاف المتهم وباختلاف الأفعال. أنت أستاذ حدثت على التأسيس كطرف مدني في القضية، بمعنى أنه كل من تعرض لمثل هكذا أعمال مشينة، كل من تعرض للابتزاز، كل من تعرض للقذف للشتم من قبل هؤلاء المتهمين يمكن له أن يتأسس كطرف مدني في القضية. طبعا القانون واضح، كل من تضرر بفعل يقدر تسهيلات من القانون، كل من تضرر بفعل شخص معين تجري محاكمته عنده الحق يتأسس طرف مدني حتى في الجلسة، حتى يوم تاريخ المحاكمة يقدر يحضر ويتأسس طرف بشرط أن تكون الوقاية عندها ارتباط به، ماشي فقط يعني يجي واحد بأي مناسبة يتأسس، لكن لابد تكون الوقاية محل المتابعة عندها ارتباط بهذا الشخص، يقدر يتأسس في الجلسة ويقدر يطلب تعويضات ويدافع على نفسه ويشرح ربما الضرر اللي أصابه، وهذا أيضا تسهيلات من القانون، ويهمنا جيدا أننا ننقل هذه المعلومات إلى السادة المشاهدين والسادة المواطنين، لأن حياتهم اليومية طبعا فيها كثير من المصالح وفيها كثير من التراكمات وكثير من التلاحم تاع المصالح يقدر ينجر عنها كثير من المشاكل، باش يعرفوا بأنه حتى إذا ما سمعوهمش مصالح الأمن أو عند قاضي التحقيق يقدروا يحضروا للجلسة ويتأسوا أطراف مدنية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري. أريد أن أطرح عليه سؤال مهم جدا. أستاذ عبد الحفيظ كورتر، أنت قبل أيام تحدثت وقلت أن الأمر يتعلق بأشخاص معروفين ومشهورين في الجزائر، ستكون هناك مفاجأة للمجتمع الجزائري ولكل الجزائريين لما يرى اتباعا أسماء المتهمين بما أنهم شخصيات عامة في الجزائر. اليوم تحديدا صباحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل الجزائريين متفاجئين بصور لاعب مشهور، ممثل مشهور، صحفي بتلك الطريقة، كلهم متفاجئين لدرجة أنهم يعني أصبحوا يدافعون عن هؤلاء المتهمين وهم لا يعرفون أصلا التهم الموجهة لهؤلاء. والله ممكن العاطفة تفعل فعلتها، يعني ممكن أنا عندما أدافع عن شخص لا أرى ملفه ولا أعلم ما أسند إليه من تهم ولا أعرف وقائع المتابعة ولا أعرف ماذا قام به هذا الشخص من تجاوزات أو من عدم احترام للقانون أو من جرائم، يعني حقيقة نقدر نتعاطف معه لأني أرسم الصورة التي أحملها عنه. العاطفة هي التي تدفع الناس إلى مثل هذه التصورات، ولكن عندما يعرفون ربما ما وقع ممكن هذا هو الإشكال أستاذ. البعض لا يعرف تماما ما الذي وقع، لا يعرف التهم الموجهة لهؤلاء ويتحدث بالعاطفة، هذا ما كنت أركز عليه. يعني أنا استقلي قلت أننا هذه حاجة جميلة في الجزائريين أننا شعب عاطفي، ولكن العاطفة لا تستخدم في جميع الحالات، يعني شعب تضامني، شعب
يمشي مع ربما الرجل المتواضع الفقير، أو ربما مع المظلوم، مع ولكن في نفس الوقت أيضا شعب عاطفي، يستعمل ربما العاطفة في كثير من الأمور، ولكن بمجرد أنه يعرف الحقيقة اللي ربما تنكشف مع مرور الأيام يغير رأيه بعض الشيء، ولو أنه الأمر ما هوش حتمي وما هوش ربما قناعة عند كل الناس. ولكن أنا أيضا سألت، قلت من كل الفنانين ومن كل الرياضيين ومن كل الأشخاص، لماذا بالضبط هؤلاء الأشخاص؟ يعني تظن بأن مصالح الدرك الوطني اختارت الشخص هكذا اعتباطيا، إذا لم يكن هناك على الأقل مؤشر بسيط جدا يقدر يجر شخص إلى أروقة المحاكم، يعني باش نقولوا كلمة حق، باش ما نظلموا ولا شخص وما نظلموا ولا مؤسسة أو جهة، باش ما نوجهوش اتهامنا لأي شخص، ولكن نقولوا بأن التحقيقات الأمنية لا تنطلق هكذا من عبث أو من والأمر عدم وجود يتعلق أي معنى. بفصيلة الأبحاث الخاصة بالدرك الوطني التي هي تعمل على قدم وساق منذ مدة لكشف هذه الشبكات. ثم أنا حبيت أقول لك بأن هذه القضية ربما توافقني فيها الرأي، وربما أيضا يوافقني فيها كثير من الناس، أنها عملية نوعية في إطار معالجة الجريمة المعلوماتية. يعني أنا ما سبق ليش أني شفت عملية مماثلة في الجزائر لمحاربة الجريمة الإلكترونية بهذا الشكل، بالنظر إلى عدد الأشخاص، بالنظر إلى أنهم شخصيات عندها مكانة اجتماعية في المجتمع، عندهم من مختلف الفئات. يعني أنا عمري ما شفت في الجزائر، يعني منذ بداية مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى اليوم، قضية نوعية بهذا الشكل، قلت لك بالنظر إلى عدة عناصر. ولكن أيضا هذا يدل بأنه ربما إمكانيات كبيرة تحوزها مصالح الأمن الوطني بخصوص التحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم اللي لم تعد جرائم بدائية، ولكن تتطلب كثير من الإمكانيات، لأنه كثير من الناس يظنوا بأنه من الصعب الوصول إلى تحديد الفاعل عندما يتعلق الأمر بجريمة إلكترونية. ولكن أثبتت التجارب بأن في كل مكان أينما كنت، ربما عندما تخالف القانون، اللي ما يعرفش القانون لا غالب، ولكن لا عذر بجهل القانون، اللي يعرف القانون ويعبد أيضا القانون لا يتسامح مع مثل هؤلاء الأشخاص اللي يرتكبوا الأفعال العمدية، وهذه هي الحقيقة. وطبعا نحن عندما نتكلم من منطلق قانوني محض، لا تتحكم فيه أي عوامل شخصية أو عوامل أخرى، يعني هذا هو القانون الذي لابد أن نحترمه جميعا. فقط الأستاذ عبد الحفيظ كورتل، فيما يخص هذه العملية التي وصفتها أنت بالنوعية ضد الجرائم الإلكترونية، نعلم أن جرائم إلكترونية كثيرة متعددة في الجزائر، لكن بهذه الضخامة البعض يسأل لماذا لم تكن تحركات من هذا النوع قبل سنوات من الآن؟ تعتقد على أنه في وقت من الأوقات أنه المسؤولين حتى في البلد كانوا يرون الإنترنت ويرون هذا الفضاء الافتراضي كأنه لا يؤذي، كأنه لا يخرج على إطاره الافتراضي، لكن الآن نحن أمام واقع كبير، العالم الافتراضي، هذا الإنترنت، هذا الفيسبوك أصبح بسببه مشكل أخلاقي كبير في المجتمع الجزائري، وجب تحرك وضربة قاسمة من قوات الأمن، من مصالح الأمن لمثل هذه الجرائم الإلكترونية. يعني باش نحطك في الصوره ايضا مع الساده المشاهدين، انه المحاكم تعالج تقريبا اسبوعيا او شهريا او دوريا، تعالج كثير من القضايا اللي فيها النساء، فتيات، كاين متزوجات، كاين طالبات جامعيات، ضحايا تهديد بالتشهير، يعني عدد كبير جدا. وشوف المعاناه اللي يدخلوا لها هؤلاء الاشخاص نتيجه هذه التهديدات وهذا التشهير في كل مناطق الجزائر. هذا أمر ترفضه القوانين وترفضه كل الشرائع السماوية، يعني غير مقبول تماما. لكن أما أن يتخذ الأمر ربما شكل عمليات منظمة أو أشخاص مجتمعون لأجل أفعال منظمة، خذ الأمر عدة أشهر أو ممكن عدة سنوات، نظن بأن الأمر يصبح بعض الشيء يدق ناقوس الخطر. يعني أنا نظن بأن القضية الآن راني نشوفها ما هيش قضية ضحايا أشخاص، ولكن نظن بأنه الإمكانيات ربما النوعية اللي توفر عليها مصالح الأمن الوطني هي اللي خلات القضية تأخذ هذا المسار.
لأنه في وقت قصير تم تحديد مواقع كثير من الأشخاص، ربما مواقع مخفية أو ربما مواقف معلنة، تم استغلال عشرات الهواتف وأجهزة الإعلام الآلي لعدة أشخاص، تم إقامة الدليل طبعا التقني على عدة معاملات غير قانونية على عدة أشخاص، وهذا الأمر طبعا راح تكشف المحاكمات لأنها راح تكون علنية، راح تنقل للجمهور من طرف ربما الصحفيين تاع كل القنوات أو تاع الجرائد اليومية والأسبوعية، حينقلوا هذه المحاكمات لأنها فصل جديد من فصول محاكمة الجريمة تعتقد المعلوماتية فقط أستاذ، في تعتقد الجزائر. على أنه أثناء المحاكمة ستكشف خيوط كثيرة للإعلام الجزائري وللرأي العام الجزائري؟ طبعا سيواجه الأشخاص بتصريحاتهم وسيواجهون بالأدلة المقامة عليهم من طرف مصالح الدرك الوطني، وستقام عليهم أيضا المواجهات إن وجدت، وأيضا سيتحدث محاموهم، سيتحدث محامو الضحية، يعني هناك الكثير من المناقشات ستكشف كل شيء وبالتفصيل وبدقة جيدة. يعني أنا أظن بأن القضاء ليس لديه ما يخفيه، بدليل أنه الجلسات علنية، يعني حتى المواطن البسيط الفضولي يقدر يحضر إلى الجلسة ويستمع لما يروى من كل الأطراف ولما يحكى وكيف سيتصرف القانون وكيف سيتحدث القاضي مع هؤلاء الأطراف. يعني نظن بأن محاكمات عادية في ظل جلسات علنية، يعني هذا هو قانون الإجراءات الجزائية في الجزائر، ولا يمكن أبدا أن يكون غير ذلك. سأعود إليك الأستاذ عبد الحفيظ كورتل، شكرا على المداخلة.